في عالم الجمال دايماً بنلاقي نماذج ملهمة بتتألق بجمالها وأناقتها، وضفتي واحدة منهم قدرت إنها تحصل على لقب ملكة جمال لبلدها على مستوى العالم، والنهاردة هنعرف منها أسرار جمالها وإيه هي أساليب العناية اللي بتعتمدها، وهتشاركنا تجاربها ونصايحها للحفاظ على بشرتنا وشعرنا خصوصاً في فصل الصيف. خلوني أرحب بضيفتي في الاستوديو ملكة جمال مصر شاهي حمدي. اهلا وسهلا بيكي ونورتينا. هاي يا بسمه، عامله ايه؟ الحمد لله. ميرسي جدا ان انت جايباني. ايه الجمال ده؟ ربنا يخليكي. في الاول شاهي، عايزه اعرف منك ايه اللي خلاكي تشاركي في ميس ايجيبت؟ والله انا اتربيت بره طول عمري، وملكات الجمال بالنسبه لي كانت حاجه مهمه جدا. كان شغف بالنسبه لي ان واو، ملكه جمال حاجه كبيره جدا. وبرده حصلت لي تجربه قبل كده، انا عملت حادثه. ايوه انا عايزاكي تحكي. بالظبط، عملت حادثه واتكسرت فيها. الحادثه دي اثرت ان انا اتشليت، وقعدت كتير قوي في المستشفى بتعالج. قعدتي قد ايه في المستشفى؟ قعدت سنتين بتعالج. فكان انواع علاج بقى مختلفه كتير قوي، فثقتي انعدمت تماما. اضطريت ان انا اسيب شغلي، واضطريت برضو ان انا يعني اسيب جامعتي اخر سنه. وكنت خلاص. كنت عايشه فين؟ كنت عايشه في تايلاند. فكانت بالنسبة لي دي يعني خلاص نهاية العالم. إزاي قدرتي تقومي؟ إزاي قدرتي ترجعي الثقة تاني لنفسك؟ ما كانش سهل أبداً إن أنا أقوم بصراحة. كان موضوع صعب جداً منتل، إن أنا أبني ثقتي تاني في نفسي، وإن أنا أبدأ أدور على شغل من أول وجديد، وإن أنا أرجع لجامعتي تاني. وهنا قررتي تشتركي في المسابقة؟ لا، هنا قررت أبقى مضيفة الطيران اصلا بقى. يعني هنا انا قررت ان انا عايزه ابقى مضيف طيران. انا اصلا مامتي كانت مضيفه طيران، فبالنسبه لي حلم الطيران ده برضو كان موجود من الصغر بقى. انا شايفه مامتي كانت بتسافر وتلف الدنيا وتشوف العالم. عايزه زيها. عايزه ابقى زيها. وبعد كده اشتغلت مضيف طيران ان توتال 6 سنين. وانا بقى في الطيران حصلت كورونا. قررت اوكي انا هنزل بقى اشوف مصر واشوف الدنيا عامله ايه. يعني عايزه اشوف البلد، مفروض بلدي، فعايزه اشوف بقى مصر شكلها ايه بجد. أوكي. نزلت ولقيتهم عاملين اعلان. ده صدفه؟ صدفه. هي بدات معايا صدفه. انا بحب ملكات الجمال، شغف ملكات الجمال، بس عمري ما تخيلت ان انا ممكن اكون ملكه جمال. ملكه جمال. نزلت وقدمت ومشيت. وبعدين حاولوا يوصلوا لي بعديها بفتره، الموضوع اخد وقت. فنزلت عملت كاستنج في مصر والحمد لله. كنت متوقعه ان انت هتخشي المسابقه وهتفوزي؟ لا، عمري ما توقعت ان انا هفوز بلقب. ولقب كبير وتقيل، عمري ما تخيلت كده. موضوع حلقتنا النهارده اعتناء ببشرتنا. مظبوط. وده بقى السؤال اللي احنا عايزين نساله. بشره والشعر، بس خلينا نتكلم عن البشره الاول. ازاي مزبوط. نعتني ببشرتنا؟ ايه الروتين اللي انت بتتبعيه؟ بصي، انا يعني عشت في اسيا. فانا السكين كير بتاعي اسيوي قوي، كل حاجه تخص اسيا انا بعملها. اوكي، بس انا في حاجات اساسيه بالنسبه لي، ولا هي مكلفه وغريبه، بعملها وبتفيدني جدا. ايوه ادينا اسرار بقى. اول حاجه، انا عارفه ان انا خايفه اقول لك السر ده فالناس تطلع تبقى مصدومه مني، بس هو غسيل الوش عمال على بطال ده بيضرك جدا. بس انت قلتي لي حاجه قبل، ان انت قلتي لي لما تصحي ما تغسليش وشك. مظبوط. وده انا اتصدمت الصراحه وقلت لا خلاص انا مش محتاجه اكمل، انا كده تمام. ايوه، بس انا عارف ان غسيله كتير غلط. مظبوط. بس يعني ايه اصحى من النوم ما اغسلش وشي؟ هقول لك حاجه، هي في طريقتين. انت تصحي الصبح تغسلي وشك بميه بس. بميه فتره كده وتنشفيه وخلاص، وتكملي يومك، تحطي السكين كير بتاعك، تحطي الاس بي اف بتاعك اللي هو واقي الشمس، وتكملي يومك. وفي طريقه تانية اللي هي بتمسكي يعني قطنه وتحطي عليها تونر خفيف وتمسحي وشك من غير ميه، من غير اي حاجه. غير ميه، من غير اي حاجه. بالليل انت بتحطي سكين كير كتير قبل النوم وكده، وبشرتك بتبدا تشربه. ده حقيقي. مظبوط. فوانت نايمه البشره بتحاول انها تستفيد بكل الحاجات دي. صح. بكل الانجريدينتس اللي انت حاطتيها. اوكي. فده بيخش، ده محتاج عدد ساعات طويله قوي، فاحسنها هي وقت النوم. النوم. اصلا كون ان انت تحطي سكين كير وتخشي تنامي على طول ده غلط. انت لازم تحطي سكين كير قبليها ب3 ساعات. 3 ساعات؟ حقيقي، عشان لو مش عايزه فلوسك تطير يبقى لازم تحطي السكين كير بتاعك قبليها ب3 ساعات، لانه في الاول وفي الاخر بيبقى على المخده. تبدا بقى البشره تشتغل بالليل.
ان هي بقى الانجريدينتس دي جوه بشرتك بتبدا تشتغل. فبتصحي الصبح بشرتك بيبقى فيها كل الحاجات اللي انت حطاها بالليل، ما بيبقاش مستدعي منك ان انت، الموضوع مش مستدعي انك تغسلي وشك بكيميكالز. يعني ليه انت كده بتغسلي بميه؟ لو انت متضايقه اغسليه بميه. ما هو انا مش قادره اصدق فكره ان اقوم الصبح ما اغسلش وشي. ايوه اغسليه بميه لو انت طبعا متضايقه، اكيد ده هايجين يعني، او تمسحيه بقطنه بالتونر بتاعك بس. طيب ويا ريت بعد كده حاجه طبيعيه، ميه ورد مثلا، وبعد كده بتكملي السكين كير بتاعك العادي جدا. ما عندك بقى، ممكن في ناس بتحط كريمز، انا عن نفسي بصحى ما اغسلش وشي تمام او بغسل وشي بميه، وبعد كده بحط المويسترايزر بتاعي والاس بي اف. لو هستخدم سيرم اتاكد ان بشرتي السيرم ده ممكن يتحط الصبح، في حاجات ما ينفعش تتحط الصبح. سان بلوك اكيد اساسي لو هنزل. انا بحط سان بلوك وانا قاعده في البيت. انا سمعت الموضوع ده، انا سمعته، بس هو ليه احط سان بلوك وانا قاعده في البيت؟ هقول لك حاجه، أشعة الشمس، أنت عندك شبابيك في بيتك ولا؟ أكيد أكيد كلنا عندنا شبابيك. أشعة الشمس بتخش لنا من كل حتة. طب أمال الناس اللي بتحب تعمل تاننج وتقضي ثلاث أرباع الوقت في الشمس يعملوا إيه؟ يعني على البحر بقى، إحنا داخلين في الصيف بقى يعني، صح خلاص إحنا صح في صيف أوريدي، بحر بول بتاع، قاعدين طول النهار في الشمس. يعملوا إيه عشان يحافظوا على وشهم ما يقوموش يلاقوا نفسهم محروقين؟ صح، هو تاننج حاجة والإس بي إف حاجة. انت عشان تطلعي تعملي تان او تاخدي لون برونزواج او تغيري لون بشرتك، ده حاجه تانية خالص غير الاس بي اف. الاس بي اف مش شغلانته انه ما يسمركيش، هو الاس بي اف شغلانته انه ياخد الاضاءه كافيه ليكي ويحافظ على بشرتك، ويحافظ على بشرتك ويطرد الاضاءه اللي بشرتك مش محتاجها. بس فالتاننج والحاجات دي كلها ليها الاويلز بتاعتها، ليها الكريمات صح بتاعتها، وحتى كريمات التاننج بيكون فيها اس بي اف، ده حقيقي اللي هو واقي الشمس. طيب الخلطات الطبيعيه ايوه بنعمل ايه يعني؟ ممكن تقول لنا ايه اللي ممكن نعمله، ونعمله قد ايه، كم مره في الاسبوع؟ بعشق حاجه اسمها الوفيرا. يعني ما بخلطوش باي حاجه، انا بستخدم الوفيرا كسليبنج ماسك، بحطه وبحط طبقه يعني مش تخينه قوي، رفيعه شويه، وبنام بيه وبصحى اغسل وشي الحمد لله يا رب بمية. ده يعني ده حاجة مكون طبيعي قوي الاس بي اف. حاجة تانية اتعلمتها في اسيا، ويعني يا ريت تبقي تعمليها وتقولي لي رأيك. ماشي. الرز. الرز تنقعيه في مية، انقعيه في مية ورشيه كسبراي. فايدته ايه للبشرة؟ بينقيها، بيشيل الحبوب، بيشيل التجاعيد على المدى الطويل. بس انت اكتر حاجة هتلاقيها يعني فرقة قوي ان انت وشك هينور، هتفتحي الحبوب، هتبدا تقل، بيشيل التجاعيد، بس التجاعيد دي على المدى الطويل، يعني انت لازم تستخدميه كل يوم شهور عشان تبداي تلاحظي الفرق الكبير في التجاعيد. طيب هنروح للشعر. طبعا انت عارفه الصيف وان احنا بننزل البحر والشمس، ومش عايزه اطلع من الصيف الاقي شعري متبهدل، ايه اقدر اعمله عشان احافظ على شعري؟ انا معتمده، انا الكونديشنر اتكنسل من حياتي خالص خالص، انا ما استخدمش كونديشنر نهائي. ليه؟ بستخدم، هقول لك، انا بحس انه كنت، بس ده ممكن يكون احساس شخصي، بحس انه توقيته او الايفكت بتاعه قليل قوي، يعني بحس ان انت بتجيبي البرودكت ده تحطيه على شعرك دقيقتين بتطلعي، يعني بيساعد بس في تسريح الشعر، صح، وكمان شويه بتلاقي ان شعرك رجع جاف تاني وخلاص الموضوع انتهى. فانا بصراحه بحس انه تضيع وقت وفلوس على الفاضي على الفاضي. ممكن حد تاني الكونديشنر يكون مناسب بالنسبه لهم، بس انا شخصيا لا، انا بحب اخش استخدم شامبو معمول من انجريدينتس طبيعيه، ويا ريت بقى لو معمول من روزماري اكليل الجبل. تحفه 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 تحفه. مش ممكن نجيب احنا اكليل الجبل والروزماري ونغليهم ونحطهم في الشامبو؟ لسه كنت هقول لك انا برضو بعمل كده. لا خلي بالك انا في الخلطات الطبيعيه ما اقولكش. برافو عليكي برافو عليكي بجد، انا بعمل كده وبجد والله العظيم فارق معايا، وبستخدم ماسك روز ماري برضه. والناس انا بلاحظ يعني بنات بتستخدم الماسك من نص شعرها لتحت او من تحت بس، انا بستخدم الماسك من فوق لتحت، بس انا نظريتي انه هو معمول من حاجات طبيعيه ومعمول من نفس الانجريدينت اللي بتطول شعري واللي انا شايفه فيها بنفت عاليه
وشايفه النتيجه، شايفه شعري بيطول وشايفه كسفت وشايفه كل حاجه، فليه ما استفادش بنفس الماده دي ان انا اغذي الشعر كله؟ وبعدين حاجه تانية، هو شعرك بيتعرض للشمس، كل حاجه من فوق لتحت بتتعرض للشمس، صح؟ بيتعرض للبول، انت هتنزلي بول تنزلي بشعرك، صح؟ يعني الا لو لماه، فبرضه من فوق بتحتاج ترطيب، انا بحسها كده. برضه الرز مش مفيد بس للبشره، مفيد لكل حاجه فيكي، مفيد لشعرك. فهو انا بطحنه وبعمله سبراي، بطحن الرز انقعه في ميه، او مش لازم طحن، انا يعني دي اكسترا، بس انت ممكن تنقعيه تاخدي الميه دي ورشيها سبراي ترطيب. في حاجه معينه اقدر احطها قبل ما انزل البحر مثلا، او لما ارجع من البحر احطها بحيث انها تحافظ على شعري؟ برضو انا بستخدم ليفن كونديشنر، طبعا ده مش طبيعي، بس يعني بحس ان هو مش مفيد على قد ما هو بيحمي، بيرطب ترطيب شعري. هو مش مفيد بس بيرطب، صح، بيحافظ على ترطيب شعري. فانا قبل ما انزل اي بحر اي بول بستخدم ليفن كونديشنر. وعايزه اقول معلومه برضو غريبه دي اتعلمتها في اسيا برضو، بالاخص بانكوك، قبل ما ينزلوا البحر يرشوا شعرهم باس بي اف، بواقي شمس. بس هو في تايلاند في نظريه بتقول ان الشعر زي الجسم، زي الجلد، لازم تحميه من اشعه الشمس الضاره. فانا دي حاجه اتعلمتها من اسيا برضو، ان انا قبل ما انزل اي بحر بجيب السبراي بتاع الاس بي اف اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليه، واقي الشمس، ترشي على شعرك، ارشه على شعري. طيب شاهي، عايزه منك نصيحه للبنات بما ان احنا في الصيف، اذا عشان يحافظوا على شعرهم وبشرتهم في الصيف. ترطيب 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 ترطيب، اهم حاجه في الدنيا هي ترطيب، على فكره شعر او بشره، صح؟ يعني الاثنين لازم ترطبي شعرك كويس قوي كويس قوي، ان انت تستخدمي المنتجات الصح ليه، تستخدمي ماسكات كويسه. لو حاجات طبيعيه تتاكدي ان هي حاجات مناسبه لبشرتك، على فكره مش معنى ان هي حاجه طبيعيه يبقى ان هي امنه 100%. يعني مش اي حاجه طبيعيه احطها على وشي؟ لا، مش اي حاجه طبيعيه تحطيها على وشك، ولازم تكوني واثقه ان هي هتبقى مش مضره بيكي. فانت لازم تعملي تيست على جلدك الاول، حته صغيره من جلدك تقعدي بيها مثلا الماسك او الفتره المطلوبه، وبعد كده تشيليه وتشوفي رد فعل جلدك للحاجه ايه. صح. فترطيب يعني بالنسبه للشعر، ماسكات ما توقفيهاش مرتين في الاسبوع، وده المفروض شتاء او صيف لازم يحصل. الشامبو يكون طبيعي على قد ما تقدري، سيرم يكون كويس، ويا ريت يكون سيرم يعني طبيعي او معمول مثلا من حاجات تكون مفيده، تكون طبيعيه، مش للتصفيف. وطبعا كلنا عارفين المعلومه دي اكيد، السخونيه. ايوه، ما ينفعش نعرض شعرنا الحراره، دي حاجه كلاسيكيه ومعظمنا ما يعرفش يعملها اكيد برضو حتى البشره برضو متهيألي. صح بالظبط، الحراره شيء مدمر للانسان في حاجات كتيره، والشعر طبعا يعني ما ينفعش تعرضي الحراره. فلو شغلك متطلب منك انك تعرضي شعرك لحراره طول الوقت، مفيش مشكله، تقدري تجيبي سبراي او حاجه يعني هيت بروتكتد. بس يستحيل يستحيل تحطي سشوار او مكوى او بيبيليس او وات ايفر، اي ستريتنينج يعني ديفايس، من غير لما تحطي البروتكتنج بتاعك الحامي من السخونات. تمام، دي الحاجات الاساسيه. شاهي شكرا جدا على المعلومات الحلوه دي ونورتينا. ميرسي يا بسمه، انا مبسوطه جدا ان انا جيت معاكي وفي برنامج اكسبلور، وشكرا لقناه الفجيره، مبسوطه جدا ان انا معاكم، واشوفكم المره الجايه.